بهاي الحلقة من مسرح الظل رح نشوف إذا عصفورة رح ترجع تساعد سمكة وهي طايرة بالسماء، وقلتكم رح تتعرف على ناس جداد وتساعدهم، ويا ترى حسن شو رح يعمل معها؟ خلينا نشوف شو رح يصير معهم بهاي الحلقة. عصفورة عصفورة استني شوي ساعديني بترجاكي، لا تروحي بعيد رح أتأخر عن مدرستي. بس هتقك توعديني ما ترجعي تضحكي علي وتنامي. أنا جاهزة، حطيت شنطة الكتب على ظهري، يلا. طيب يلا هوب هيلا هوب يلا هتوصلي لقيت حسن. يا سادة يا مستمعين، فرحة ورد كتير كتير إنها ساعدت صاحبتها الجديدة السمكة وكملت رحلتها. يا ترى شو اللي صار معها بعدين؟ خلونا نشوف. باي باي سمكة. باي عصفورة. هاي فار. هاي هاي فار ارفع دقصك. مين بناديني على الصبح؟ مش شايف حدا. هون هون ارفع راسك بتشوفني. شو العصفورة الحمراء، شو الحلاوة، وطير فوق راسي كمان. يا ريت لو بعرف اطير كان سكنت هديك الغيمة. تعرف انا ممكن اساعدك. بطني بطني، انا جوعان كتير وبدي اوصل لهداك الاكل، خليني اروح. رح افتح لك الطريق، بشوفك بعدين. حسن، هادي الفارة هادي الفارة هادي الفارة هادي الفارة غندورة، بشوفك تطلع منجورة. هادي الفارة غندورة، بشوفك تطلع منجورة، ولما تخلى للحارة تتمشى وتتلفت. بدا جبن وسمن وزيت، بدا جبن وسمن وزيت. يحكى أن الفار لما طلع من تحت الأرض وصار كان بطنه يصوصو من الجوع. يا ترى رح يصير فارنا شبعان ولا رح يقضي يومه زهقان وجوعان؟ تابعونا في الحلقة القادمة.